السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح الأخطاء التي تقع عند كتابة دوال في أكسل. أول خطأ ظهور المربعات، وذلك بسبب عدم اتساع الخلية للبيانات المطلوبة. مثلا لدي رقم، هذا الرقم عبارة عن عملة معينة مثل الدولار، بالإضافة نقوم بإضافة فاصل. نلاحظ ان الرقم كبير جدا على الخلية، فتقوم بإظهار هذه المربعات. والحل بسيط جدا، ان نقوم بتوسيع العمود حتى يسع الخلية. الخطأ الثاني هو عدم وجود القيمة المطلوبة. هذا الخطأ ظهر معنا في دالة الفيلوك اب، عندما وضعنا ان القيمة التي نريدها هي القيمة المطابقة تماما للخلية، ان يبحث عن القيمة المطابقة تماما للخلية التي نريد في الجدول الذي حددناه. عندما لم يجدها فوضع خطأ مرجعي، وذلك بسبب عدم وجود القيمة. عندما نضع القيمة التي نريد يذهب الخطأ. نقوم بسبب الايرور، نضع يساوي في لوكاب لوكاب فاليو مثلا، فلتكون هذه القيمة. نضع الجدول المطلوب، هذا الجدول مثلا. نضع العمود الذي نريد مثلا اسنان. الرينج المطلوب نضع طابق فولس، نغلق. وهذا الخطأ يظهر فقط عند الفولس، انا بسبب وجود الخطأ خطأ مرجعي. وذلك مثل دالة اف، نضع اللوجيكال تيست ان هذا الرقم اكبر مثلا من 100. نضع فاصلة، إذا كان ترو يضع مثلا الرقم، يضع يس. إذا كان خطأ يضع نو. أقوم ب وضع الكوتيشن أو وضع علامة تنصيص، أو قمنا بكتابة نص ضمن المعادلة. نغلق القوس ونضغط إنتر. نعم، القيمة هذه أكبر من 100. لو قمنا بحذف الخلية، نضغط عليها وحذف. الآن في مربع الحذف هذا نريد إزاحة الخلايا لليمين، أي من اليمين إلى اليسار، أو إزاحة الخلايا لأعلى، أي من أسفل يقوم بسحب خلية إلى أعلى، أو يقوم بحذف الصف بأكمله أو العمود بأكمله. نريد إزاحة خلايا من الأعلى كي لا يظهر أي معلومات. موافق. أصبح خطأ عدم وجود أي دالة. وظهر الخطأ أيضا في فيلوك أب بسبب ذهاب الخلية المطلوبة. كنترول زي. خطأ القيمة يظهر عند جمع رقم مع نص معين. يظهر خطأ ال نريد أن نضع النص في هذا. يظهر خطأ القيمة value. خطأ النام هو خطأ أن يكون الرقم موجود في الخلية أكبر ما يستوعبه إكسل. مثلا أكبر رقم يستوعبه إكسل هو 10 أس 308. لو وضعنا أس 309 خطأ نام. الخطأ التالي هو خطأ القسمة على صفر. لا يجب القسمة على صفر أبدا. 5 تقسيم 0 خطأ القسمة على صفر. الخطأ نال هو خطأ مثلا نضع يساوي في هذا العمود سبيس هذا العمود هذا الصف. نريد القيمة المشتركة بين مجموعة الخلايا التي حددناها. نضغط انتر. القيمة المشتركة هي قيمة value. طب لو لم يكن هناك قيمة مشتركة، نكبس ديليت يساوي، نضع العمود هذا سبيس الصف هذا، انتر. نجد الخطأ نل، وذلك بسبب عدم وجود قيمة مشتركة، أي خطأ في إدخال الخلايا. آخر خطأ هو خطأ السيركولار ريسيل ريفرنس، أي خطأ المرجع الدائري. مثلا أريد جمع هذا الرقم زائد الخلية التي أنا فيها التي هي F12. أكتبها كتابة، انتر. خطأ مرجع دائري. لا يجب أن تقوم بإدخال الخلية التي تقوم بإدخال المعادلة فيها ضمن المعادلة. نقوم بحذف ناتج 0. هذه الأخطاء بشكل سريع جدا، وشكرا لمتابعتكم.